قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. زياو هناك الترقب بشأن قرار الجزائر بتمديد العمل بخط الغاز المغاربي الأوروبي والمغرب يدرس التدفق العكسي. وهذا طبعا غادي مع اقتراب موعد انتهاء العمل بخط أنابيب الغاز الذي تصدره الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب. تترقب الأسواق قرار السلطات الجزائرية والتي كانت قد ألمحت في السابق إلى أنها لن تجدد الاتفاق لتصدير الغاز عبر هذا الأنبوب وأنها ستوسع خط أنابيب ميدغاز الذي لا يعبر المغرب ليصل إلى طاقة تقدر بعشرة مليارات متر مكعب بحلول ديسمبر. وقال الرئيس الجزائري أنه لن يتم اتخاذ قرار أو لم يتم اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بالخط المغاربي الأوروبي، فيما أشار المغرب أنه يجري محادثات مع إسبانيا لاستخدام مرافئها للغاز الطبيعي المسال لتمرير الغاز إلى المغرب باستخدام نفس خط الأنابيب. خاصة وأنكم تعلمون بأن الخلافات بين الجزائر والمغرب تسببت في حدوث اضطرابات بعض الشيء فيما يتعلق بتدفق الإمدادات البترولية وبالتحديد الغاز إلى دول أوروبية مثل أسبانيا. في البداية سنشاهد المغرب يدرس تدفقا عكسيا لخط أنابيب غاز يعبره في حال أوقفت الجزائر الإمدادات. تلك صورة من رويترز لأنبوب مد أو خط أنابيب غاز كان يمر من الدولة المغربية. دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا والتي تشير إلى مزيد من التفاصيل حيال تلك الرؤية المغربية والمتعلقة بخط أنابيب الغاز الذي يمد أوروبا بتلك المواد البترولية. في الصورة التالية سنشاهد ما يفكر به رجال المغرب، حيث قال مسؤول مغربي كبير ان المغرب يناقش مع اسبانيا تدفقا عكسيا لخط انابيب للغاز اذا لم تجدد الجزائر اتفاقا للتوريد ينقضي في 31 من شهر اكتوبر الحالي. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تأكيده لتقارير لوسائل اعلام محلية قائلا بالنسبة للمغرب فان خط الانابيب هو بدرجة كبيرة اداة للتعاون الاقليمي لن نتركه يصدع. وأضاف أن المغرب يجري محادثات مع إسبانيا لاستخدام مرافقها للغاز الطبيعي المسال لتمرير الغاز إلى المغرب باستخدام نفس خط الأنابيب، وتابع هذا الغاز الطبيعي المسال لن يتنافس مع إمدادات الغاز الإسبانية وسيكون شراء إضافيا يطلبه المغرب الذي سيدفع تكلفة مروره من خلال المرافق الإسبانية وخط الأنابيب. كما أشار أيضا إلى أن المغرب أعطى أيضا تصاريح لمستوريد الغاز توقعا لعدم تجديد الجزائر لاتفاق خط الأنابيب، ولمحت الجزائر في السابق إلى أنها لن تجدد الاتفاق لتصدير الغاز خلال خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته 13.5 مليار متر مكعب ويعبر المغرب. رئيس الجزائر عبد المجيد تبون بلا شك أشار مؤخرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز العابر للمغرب. بلا شك تلك الخلافات تؤثر بشكل سلبي على كلا الدولتين سواء الجزائر أو المغرب، لذلك نتمنى أن تنتهي تلك الخلافات في القريب العاجل، لأن الأمر المتعلق بتصدير الغاز من الدولة الجزائرية للدولة الأسبانية عبر أنابيب غاز تمر بالدولة المغربية فائدة للجميع، لذلك سيؤثر هذا الأمر بشكل سلبي قطعا على كل من الجزائر والمغرب. وبلا شك انه في حالة القوة بالنسبة للجزائر والمغرب فهذا سيضفي نوع جديد من التقدم لدى الشعبين الجزائري والمغربي، وهو ما لا يتمناه اعداء الامة الاسلامية. يحاولون زرع الفتن بين كلا الشعبين بين كلا الدولتين، ولكن باذن الرحمن تنتهي هذه الازمة ولا يكون هناك اي حلول اخرى ويستمر تصدير الغاز من الأراضي الجزائرية. طبعا الجزائر قوة كبيرة فيما يتعلق بمجال الطاقة والقارة الأوروبية تعتمد عليها، لذلك حتى الآن القارة الأوروبية وفقا لما صرحت به في العديد من وسائل الإعلام العالمية بأن لديها انزعاج شديد من تلك الخلافات وأنها تؤثر سلبا أيضا على القارة الأوروبية وعلى الإمدادات النفطية لها في هذا التوقيت الراهن بالتأكيد. لما قلت لكم المغرب والجزائر، الجزائر قررت انه يوم 31 اكتوبر
يتوقف ضخ الغاز الجزائري عبر الأنبوب اللي بيمر بالأراضي المغربية تحت جبل طارق وصولا إلى أسبانيا. كان في خط غاز بيطلع من الجزائر، الجزائر منتجة كبيرة جدا للغاز، بيطلع على المغرب عبر الأراضي المغربية قدام حضراتكم أهو. ده خط ده الغاز، الخط هو من الجزائر يطلع على الأراضي المغربية، وهو قدام حضرتك أهو من الأراضي المغربية، والمغرب بيعدي في أدي أحدى مدينة جبل طارق أهو إلى أسبانيا فوق. الجزائر قالت ده خلاص إحنا مش هنطلع غاز تاني، مش هنضخه في الخط ده خلاص. هتعمل إيه؟ قال لك أنا بنشتغل على الخط الجديد ده أهو أهو مني على طول من الجزائر على طول على أسبانيا، وهنستغنى عن هذا الخط. فلأنه بفكركم إن الجزائر والمغرب قطعوا العلاقات الدبلوماسية شهر إيه يا إبراهيم؟ شهر يونيو أعتقد. تم قطع العلاقات الدبلوماسية على خلفية بعض القضايا الخلافية، نتمنى إنهم يصلوا إلى حل. لكن الجزائر قالت إن هنطلع بالخط الغاز بعيد عن المغرب، والمغرب النهاردة أعلنت قالت خلاص المغرب بتستهلك بتستورد حوالي 90% أو 80% من احتياجاتها من الطاقة. فقالوا طب إحنا الجزائر قفلت علينا، طب هنجيب غاز منين؟ اتفقت المغرب النهاردة مع أسبانيا إن الخط الغاز يتم استخدامه عكسي، ده المكان بيطلع الغاز من الجزائر للمغرب على أسبانيا، المغرب هتاخد غاز من أسبانيا على الخط نفسه يرجع عشان هي محتاجة الغاز. ده النهاردة قرار اتخذته المغرب بخصوص خط الغاز. قال إحنا مش هنمد أسبانيا بالغاز بتاعنا عن طريق خط الغاز اللي بيمر من الجزائر للمغرب لأسبانيا. أمال هتعمل إيه؟ قال إحنا العقد اللي شغال دلوقتي مع أسبانيا عن طريق مد الغاز هينتهي في 31 أكتوبر هذا الشهر، بعد كده مش هضخ غاز جزائري في الخط الغاز اللي بيمر المغرب. هتعمل إيه؟ قال هنمد الغاز مباشرة من الجزائر إلى أسبانيا عبر خط الغاز اللي بيربط مباشرة أسبانيا والجزائر مش عن طريق المغرب، لأن في أزمة سياسية بين المغرب والجزائر. وقال لو الخط ما كانش جاهز هعمل ايه؟ قال لك هحول الغاز من الجزائر الى اسبانيا بالمراكب، الغاز هنسيله ونصدره بالمراكب الى اسبانيا. والجزائر دولة لها تاريخ طويل في احترام تعهداتها ولم تخلف يوم واحد تعهداتها. ده مين؟ ده الرئيس عبد المجيد تبون. وفي الاخير ما تنساوش تديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.